ينضم إلينا من الخليل دكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل. دكتور عماد، لماذا كل هذه الاقتحامات وكل هذه الاعتقالات في الضفة الغربية؟ صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. واضح أنها إسرائيل عمليا تحاول أن تشتت جذور المقاومة في الضفة الغربية، ولا تريد أن تباغت مرة ثانية مثل ما حدث معها في قطاع غزة. ومن هنا هذا الحجم الهائل من الاعتقالات، ما يقارب 3600 معتقل لحد الآن في أقل تقريبا من شهرين. هذا يدل على أنها إسرائيل تحاول أن تقتنص الفرصة وتقوم بهذه الكمية الهائل من الاعتقالات، بالإضافة لمحاولة اجتثاث فكرة المقاومة من الضفة الغربية، لا سيما وأنها أخذت الضوء الأخضر من أوروبا ومن أمريكا. وبالتالي إسرائيل تمارس هذا العنف الوحشي، سواء كان في قطاع غزة من حيث الضرب، وكذلك في الضفة الغربية من حيث الاقتحامات والمواجهات والاعتقالات اليومية. يعني لم يتوقف الجيش الإسرائيلي يوم واحد عن سلسلة اعتقالات في مختلف مدن الضفة الغربية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وكأنها إسرائيل تحاول أن يعني تعتقل هذا الكم الهائل من أجل منع في المستقبل الضفة الغربية من التفكير في القيام بخطوة مشابهة لما حدث في قطاع غزة. وكمان هذا يدخل في سلسلة يعني تضخيم أعداد الأسرى الموجودين لدى الإسرائيليين، من الممكن أن لاحقا أن تدخلهم في ما يسمى صفقات التبادل الأسرى بشكل أو بآخر. نعم، هل ترى إسرائيل فيما تقوم به إن كان في الضفة أو حتى في غزة بأنه نجاح لها؟ هي تحاول ذلك. هي لحد الآن إسرائيل يعني لم تعد إسرائيل هي الإسرائيل ما قبل 7 أكتوبر، بحيث كانت تدرك وتعرف وتخطط لما تريد به. إسرائيل لا زالت حتى في ضرباتها لا زالت تحت فكرة الصدمة التي وجهت لها في 7 أكتوبر، ومن هنا نلاحظ حتى تخبط الأهداف والسياسات الإسرائيلية. يعني لا يعرف نتنياهو حتى ماذا يريد من قطاع غزة، هل يريد اشتتات المقاومة بالكامل، هل يريد سلطة جديدة، هل يريد السلطة الوطنية الفلسطينية أن تمد يديها باتجاه غزة، وكذلك المستقبل الضفة الغربية، هل يريد إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح في هذه المنطقة، أم يريد تقوية السلطة الوطنية، أم هو أضعاف للسلطة الوطنية. هذا متعلق بالهدف، يعني الهدف لم يعد واضحا بالنسبة للإسرائيليين لكي نقول نجحوا أو لم ينجحوا بمخططهم، لكن كل ما يدور في ذهنهم الآن أولا هي رد اعتبار ومحاولة الثأر لما حدث في 7 أكتوبر، ومنع تكرار ما حدث في غزة أن يحدث في الضفة الغربية. هذا هو الهاجس والمحرك الرئيسي لما يحدث في الضفة الغربية. عندما تتحدث الولايات المتحدة بأنها قامت بالضغط على إسرائيل من أجل مراعاة المدنيين وعدم زيادة أعداد الضحايا من المدنيين، خاصة بعد انتهاء الهدنة أو رفض إسرائيل لتجديد الهدنة، هل ترى الولايات المتحدة بالفعل أن إسرائيل ملتزمة بذلك؟ هي مدركة تماما، وهي تعرف، وهي اللي زودت إسرائيل بالسلاح، وهي اللي زودتها بالقنابل الذكية، وهي التي في غرفة عمليات مشتركة من حيث تبادل المعلومات الاستخباراتية وكذلك الاستشارات، وكذلك تقديم أمريكا نصيحتها حسب خبرتها في أفغانستان والتعامل مع طبيعة المقاومة بشكل عام. وبالتالي أمريكا هي شريك، أمريكا من هدفها مصلحة إسرائيل عندما تقول للإسرائيليين حاولوا التخفيف من حجم الضحايا الأبرياء، يعني ليس خوفا علينا. أمريكا هي تخاف على إسرائيل، تخاف من الرأي العام المتزايد أن لا يتم الضغط على الإسرائيليين، ومن هنا تحاول أمريكا أن تقول للإسرائيليين يعني انجزوا أهدافكم بأسرع فترة زمنية بأقل عدد من ضحايا الأبرياء، لأن هذا سيثير الرأي العام الأمريكي والأوروبي، وكذلك طول الفترة الزمنية ممكن أن يحرك حتى الرأي العام الإسرائيلي في الداخل. فبالتالي من حرصها أمريكا على إسرائيل تقول لهم من بتقليل حجم ضحايا، لكنها أمريكا مدركة تماما عندما نتحدث عن ما يقارب 60,000 شهيد وجريح على مدار 60 يوم، نتحدث عن 1,000 شهيد وجريح يوميا في قطاع غزة، وبالتالي هذا رقم كبير جدا. وأمريكا مدركة أن هذا الرقم كبير جدا، ويحاول بعض المسؤولين الأمريكان أن يقللوا أو يشككوا في هذه الأرقام، لكن جميع الدلائل والمؤشرات تقول أن هذا الرقم حقيقي
وتدمير البنية التحتية حقيقي، وهذا ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. هل بالفعل تستطيع إسرائيل أن تحقق أي شيء من الأهداف التي أعلنت عنها خلال الأسابيع وليس شهور كما تحدثت الولايات المتحدة على الفترة التي يمكن أن تستمر فيها هذه المعركة؟ من المتوقع طبعا بعيدا على التناقض ما بين الأهداف الإسرائيلية، الأهداف التي طرحها نتنياهو في فترة الصدمة ما بعد 7 أكتوبر وصعوده للشجرة عاليا، ثم بدأ بعد ذلك بالنزول التدريجي، لكن ضمن ما حدث لحد اليوم على مدار الشهرين نستطيع أن نقول إذا إسرائيل كان هدفها أو تنجح في فكرة تقليص قوة المقاومة عسكريا وتدمير جزء من أنفاق المقاومة وضرب البنية التحتية لقطاع غزة، ولاحقا من الممكن بدء التفكير بالتهجير الطوعي لجزء من السكان اللي تصبح حياتهم صعبة، نقول أنها إسرائيل حققت جزء من هذه الأهداف. أما الأهداف الأخرى التي رسمها ويحاول رسمها قادة الجيش الإسرائيلي من حيث أنه القضاء الكامل على حركات المقاومة في قطاع غزة واستبدالها بنظام سياسي جديد والإفراج عن جميع الأسرى بقوة السلاح، فتوقع هذه الأهداف بعيدة المنال ولا يمكن لإسرائيل أن تدعي أنها ستحققها أو حققت هذه الأهداف. إسرائيل ستبدأ بعد قليل بالحديث عن صفقة لتبادل الأسرى وهذا يتنافى مع انتزاعهم بقوة السلاح. إسرائيل ستبدأ بالحديث عن التكيف مع الأمر الواقع أنه وجهنا ضربات للمقاومة الفلسطينية وبالتالي أضعفناها، ولحد هذا الشيء ممكن أن نتوقف في القتال، وسنبحث تشكيل نظام سياسي جديد وفق المعطيات الداخلية والإقليمية والدولية، وهذا يشكل مخرج للحكومة الإسرائيلية عندما نتحدث على أنه ما تشكيل نظام سياسي جديد بحاجة لمزيد من المشاورات، بحاجة لمزيد من الوقت، وهذا يعطي نتنياهو الوقت الكافي للنزول عن الشجرة وبالتالي الحديث عن أسابيع قادمة، يعني ترتيبات ما بعد نهاية الحرب أو ما بعد نهاية الحرب. دكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل كنت معنا من الخليل، شكرا لك.